نفحات الخريف هذا الموسم عمت نسائمها معظم مناطق البلاد من أقصى الشرق الموريتاني إلى أقصى الجنوب، وشهدت ولايات الشمال والغرب هي الأخرى تساقط كميات معتبرة من الأمطار تختلف في مقاييسها المسجلة عند الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من منطقة لأخرى، لكن النسبة المسجلة لم تتجاوز في غالبها حتى الآن متوسط التوقعات التي أعلنت عنها في وقت سابق هيئة الأرصاد الجوية انطلاقا من حيثيات الجبهة المدارية ومن تذبذب التيارات الهوائية. طبعا شهدت الوضعية الجوية في اليومين الماضيين صعود الجبهة المدارية على جنوب ولاية تير الزمور، وتزامن هذا الصعود مع مرور تيار نفاث عبر الأراضي الوطنية من المناطق الجنوبية الغربية إلى المناطق الشمالية الشرقية، طبعا هي مناطق الترارزة إلى مناطق الشقات وشرق المقيطي. طبعا أدت هذه الوضعية إلى تساقطات مطرية معتبرة، حيث سجلت مقاييس المطر حتى الآن 80 ملم في مدينة أطار، 75 ملم وممكن أن تكون زادت ببعض مليمترات في مدينة الزويرات، 46 ملم في مدينة أكشوجت. وطبعا هذه المقاييس طبعا هذه كميات معتبرة، عندما ننظر إلى المتوسط العادي السنوي في هذه المناطق لا يتجاوز 50 ملم سنويا. الزائر ميدانيا لولايات الداخل وللريف خاصة قد يدرك عند الوهلة الأولى ما خلفته الحصيلة الأولية من خريف 2018 من مراعي شاسعة ذات العشب اليانع التي وجد فيها الحيوان قبل الإنسان المرتع الطري، وشكلت المواطن السانحة التي طال انتظارها. ما شاء الله جوع الخريف كانت زينة، ما شاء الله الحوض سنة، ما شاء الله الشد أمطار ما شاء الله كثيرة، والمراعي ما شاء الله معرمة وزينة ما شاء الله، وكنا في جو زين ما شاء الله اللي هو الخريف بالنسبة للحوض الشرقي ما شاء الله المراعي. ونقولوا عن ذا الجفاف الماضي نسيناه ما شاء الله بين الأمطار جات السنة، يقول لك عن الخريف هذه الخريف بعنه خريف زين ما قد هو تيجي حد من وريتان. مع ما يوفره الموسم من أجواء الراحة والاستجمام، كان الخريف فرصة للكثيرين ممن آثروا على أنفسهم الاستفادة من عطلتهم السنوية مع بداية المطر، فقضى معظمهم أياما تستحق في نظرهم البوحة بها أمام كاميرا البريطانية. أنا هاي من الناس اللي يقص البادية، من النعمة يقص البادية، ما شاء الله زينة في زمن الخريف جاوها ما شاء الله مطار زينة ما شاء الله، وخرفت وكثر ما شاء الله الماء والربيع ما شاء الله واللبن تبارك الله ياسر، والناس اللي كانت مهاجرة شغلنا وشغل، لأن احنا زمن الصيف صين الشاهد وحمال ما هو معقول، وبتبارك الله سينا قاعدنا بنا ما شاء الله الجو الزين جو الخريف ما شاء الله، والناس كاملة تمشي تقص البادية تغير الجو، تمشي بالشاشة عقب على سنة الدراسة تمشي تغير الجو. هنيئا لكل الموريتانيين بمناسبة حلول فصل الخريف، فبعد أن حبست السماء وعنا دموعها استقبلنا فصل الخريف بكل فرح وسرور، ذلك الفصل الذي من خلاله ذلك الفصل الذي يعشقه كل الموريتانيين، وبالتالي في فصل الخريف تخرج ساكنة المدينة أو يخرج المواطن الموريتاني هربا من ضوضاء وصخب المدينة إلى البدوي، ذلك الفصل الذي يعتبر فصل نقاء القلوب ومرآة العيون، وبالتالي من خلاله يفرح كل الموريتانيين. خريفة النعمة خريفة متميزة السنة في أطراف النعمة كاملة نواحيها كاملة، كانت تبارك الله ما هي عادية، هذا هو اللي واسى الناس كاملة كيفنا وكيفكم، نأخذ الدحميس نتنزهون ونحضروا في هذه الأجواء الذي هي اللي ما يحضر فيها ما واحد في النعمة حالا، والله في واحدة من هذه مدن الداخل. وهذا بذي المناسبة ندعو الناس كاملة اللي مثلا في العاصمة واللي كانت متعبتها ظروف العمل إلى آخره إلى آخره، ليش تم تحضر في هذا الخريف الذي هو على الأقل تستمتع بمناظرها السياحية في بلدها. وبما أن موسم الخريف هذا العام كان جيدا بتقدير هواة البادية وأجوائها ذات الطابع التقليدي، فإن الفصل الأخير من هذا الموسم سيشهد زيادة معتبرة في الأمطار، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تهاطلها قريبا بإذن الله. بالنسبة لما تبقى من الشهر نتوقع بحول الله تعالى
أن تبقى ظروف ملائمة خلال نهاية هذا الشهر على المناطق الجنوبية ووسط البلاد. وطبعا التساقطات ستبقى ممكنة إلى غاية ما بين 10 إلى 15 في الشهر العاشر بحول الله تعالى، إلا أنها ستكون طبعا عامة على المناطق خاصة الشمالية والوسطى والجنوبية الشرقية. وخشية من أمراض الخريف التي تصيب غالبا الإنسان والحيوان وبشكل متزامن، تنشط هذه الأيام كافة الجهات المختصة لتوفير ما يلزم من أدوية بشرية وبيطرية لتقديمها عند الضرورة، مع أن هذه الجهات لم تسجل حتى الآن ظهور حالات خطرة مما بات يعرف بالأمراض الموسمية التي تظهر مع الخريف.